السيد زياد دغش رئيس مجلس المغاري المحلي، اليوم اجتمعت مع مدراء المدارس من كافة المدارس في المغار وبحثت الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد. هل المدارس جاهزة لاستقبال العام الجديد؟ بالنسبة للمدارس جاهزة من ناحية في زيت جاهز، وفي طاقم اللي دائما بدور في جولات على كل مدرسة ومدرسة، إذا في نواقص معينة عم نحلها خلال 4 أيام هذول قبل 1/9. بتأمل إنه يكون كله جاهز خالص، كيف 80% تقريبا أو 90% صارت جاهزية تقريبا في المدارس من ناحية أمن وأمان وكل المواضيع هاي اللي بتهم كل مدرسة ومدرسة. سمعتك قدمت تعليمات خاصة للمدراء لاستقبال العام الجديد، ما هي هذه التعليمات؟ قدمت مش قصة تعليمات، أنا طرحت عدة مواضيع مهمة جدا بالنسبة لجهاز التربية والتعليم في المغار. انطرحت شغلة نتائج البقريوت اللي عم تيصل في المغار لنتائج 90 و85 وما شابه ذلك خلال سنوات عديدة، ولكن طرحت موضوع مهم جدا، قبول الطلاب في الجامعات وخاصة قبول الطلاب في مواضيع اللي هي تسمى مكتبات الإباء اللي احنا دائما عم نشدد عليها، وطرحناها وبتأمل انه بدنا نبني خطة مستقبلية نبدأ من بساتين الأطفال حتى 12 مع خطة مرسومة. طلبت من المدراء خلال شهر يقدموا لي خطة لكل مدرسة، تكون خطة معينة جيبها تطرح على طاولة الإدارة. أبو طارق، أنت قلت أنك مش راضي عن عدد الطلاب من المغار الذين يلتحقون بالجامعات، شو السبب لعدم التحاق الطلاب في المواضيع الهامة في الجامعات في التخنيون وغيرها؟ هاي 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 الطرح اليوم او هاي الجلسه اليوم بحث هذا الموضوع المهم. سبب عدم قبول طلابنا في الجامعات وخاصه في المواضيع المهمه. اليوم عم نحكي على مصانع هايتك ومصانع عملنا جرد او احصاء معين، كم مهندس عندنا، كم مهندس كيميائي، كم مهندس بناء، كم مهندس الكترونيكا، كم عدة مجالات في الهندسة. وهاي اول شرط اذا بدك تقيم مصنع في المغار هايتك، بدك القوى والمهنيين بخصوص هذا المصنع. ما بتقدر تيجي تجيب مصنع وتجيب قوى عامله من برا. هاي اهم شغلات. بعدين غير هيك، كيف عم تيصل اولادنا او طلابنا للجامعات؟ في هون عندنا مشكله مع النتائج البقروت اللي نشرها، حققوا 95% و85% و90%، هناك عندنا مشكله بحد ذاتها بالنسبه لقبول الطلاب للجامعات. وهي هي مهمه البحث عندنا اسا مع مدراء الجامعات. كمان في عندنا عندي دعوه، دعيت مدير جامعة حيفا بده يكون عندنا، دعيت مدير جامعة كلية براودي بده يكون عندنا، طبيعي بدنا نكمل في مدراء الجامعات اللي يكونوا عندنا، نبحث معهم نتعاون معهم شو إمكانية استيعاب طلابنا في المواضيع هاي، وإذا في حتى تخفيف شروط معينة احنا بنجرب قديش بنقدر نتساعد. يعني هل مدراء المدارس على استعداد لوضع برنامج عمل يساعد في حل هذه المشكلة؟ هذا الطرح اللي كان اليوم، أنا بتأمل يتجاوبوا مع الطرح تبعي اليوم، وعطينا مثل ما سمعت خلال شهر من اليوم يتوجب على كل مدير مدرسة يجي بقدم خطة عملية خلال السنة الطالعة اللي هي مسمى سنة الأكاديمية في المغار. السيد زياد دغاش رئيس مجلس المغار المحلي، أشكرك شكرا جزيلا، وبتمنى لك عام دراسي جيد، وكل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير لجميع أهالي المغار وطلابنا الأعزاء. شكرا جزيلا. شكرا.